لكن بعد سمعت بالقرار التباح اللي صار انه توقيف العمل بالدوام الحضوري وتحول الى الكتروني. فراح نتواصل عن طريق المحاضره. انا حتى هاي طريقه عرض المحاضره هي بالبي دي اف، لان كل وحده بها الصور مالت الاداه. واذا يعني قدرنا في يوم، لان عندكم مواد راح تداومون بها حضوري اللي هي الاشعه والمعالجه والصناعه، اذا قدرنا نرتب خلال هاي الايام حسب الاوقات حسب الجروبات حتى نشوف هاي الادوات بالعيادات. وايضا يعني شنو احنا مخططين مثل ما كانت السنوات اللي قبل العام، انه طلاب صف ثالث يكونون ويا طلاب صف خامس وصف صف رابع يتعلمون الانستيزيا، خصوصا ويا طلاب صف خامس التكنيك مالته، واحنا نسوي ايضا ديمونستريشن. وكنا هذا مخططين على الفصل الثاني، لكن حول الدوام بالنسبه لكم لماده جراحه الفم الى دوام الكتروني. على كل حال نعمل بالموجود وننتظر القرارات اللي تجي بالمستقبل ان شاء الله. راح نبدي باول شيء بالادوات مالتنا اللي هي سيرجيكال يونت اند هاند بيس. هاند بيس تعرفون التوستم بالحشوات، عندكم توربين وعندكم هاند بيس. الهاند بيس هي لو سبيد تعتبر، بينما التوربين هو هاي سبيد. الهاند بيس اللي موجوده بالاوبراتيف هي انجل هاند بيس، لكن الهاند بيس اللي عندنا بالجراحه يسموها ستريت هاند بيس. هاي الصوره مالتها طبعا عندنا غير ديزاين، بها اير موتور وبها هذا النهايه مالتها مالت الكتف. طبعا هاي هي سيرجيكال مايكرو موتورز، ذس از سمبل ماشين ويز كوايت سبيكتري كاتنج ايبيليتي وتكنولوجي ادفانس ماشين ويز فانكشنز نايتروس اوكسايد اور الكتريسيتي. يعني طبعا عندنا الاير موتور، يعني هذا احنا شغلنا هسه بالعيادات ومختبر الفانتوم يفتر الجهاز على ضغط الهواء. وعندنا الكهربائيه، يعني اكو الاير موتور واكو المايكرو موتور. طبعا احنا الاير موتور ما تفضل قدر الامكان بالجراحه. ليش؟ لان هذا الهواء ممكن يدخل للسيرجيكال فيلد. اذا دخل السيرجيكال فيلد ودخول الاير بابلز يعني فقاعات الهواء بالبلد فيزل بالجراحه ممكن يسوي لي حاله من الانتفاخ او زياده حجم البلد فيزلز. هاي يسموها بالانفيزيما، وهاي حقيقه الانفيزيما ممكن تصير سيرجيكال كومبليكيشن وتكون في بعض الاحيان سيريس. فقدر الامكان نستخدم المايكرو موتور. يعني المايكرو موتور شنو؟ اللي هي يعني مو معتمدة على ضغط الهواء، وإنما معتمدة على أنجن، على جهاز كهربائي يحفز لي دوران البير اللي بالنهاية. طبعا الأدفانتج مالتها it function high speed and great cutting ability، تكون سرعتها عالية وقابلية للقطع، خصوصا احنا نستخدمها في قطع البون او قطع نسوي سكشنينج بالروت. It does not emit air into the surgical field. هاي كلش مهمة لان نبتعد عن الكومبليكيشن اللي سميناها بالانفيزيما. It may be sterilized in the autoclave. هاي هي القابلية. انا مستلزم غالبية الادوات بدأت تجي مكتوب عليها يتحمل درجة حرارة 135، وهذه هي الدرجة اللي احنا نقدر نسوي اوتوكليف على مود الاسترلايزيشن. والنقطة الأخيرة the hand piece receive various cutting instruments. يعني هذا اللي تعرفون احنا هنا على مود تصير أداة قاطعة لازم بالنهاية اكو بير، فهالتصميم مالتها يجب أن يكون متكيف لاستقبال مختلف أنواع البيرات، مختلف أنواع البيرات. لأننا راح نشوف هسه حاليا البون بيرز. انتو شفتوا بالمعالجة عندكم البيارات اخدتوها، اكو فيشر بير وكراون بير واكو انفيرتد كون واكو تايبات، انواع واشكال. احنا بالجراحة هم ايضا عندنا بيارات، بس شوف الطول مالتها يختلف. اوكي، عندنا ايضا فيشر، هذا اللونج فيشر وهذا الشورت فيشر حقيقة. وعندنا راوند، الراوند اكو ثلاث احجام، اكو سمول واكو ميدل واكو لارج حسب الكاتنج مارك البون اللي انا احتاجه. يعني انا من احتاج كاتنج مال بون عالي ممكن استخدم الميديوم او استخدم اللارج، لكن من عندي سمول بون ارد اشيله بالهاند بيس يعني اقصه من اثناء السيرجري مالتي فاقدر استخدم السمول. ايضا الفيشر بير هم الى استخدامات، من اسوي سكشننج للكراون يعني من افصل مرات الكراون على الروت او افصل الروتات فيما يعني واحد عن الثاني. فشي يسموها هذا النين؟ يسموها بالبون بير اور السيرجيكال بير. عندنا السكالتل. السكالتل اللي هي الهاندل والبليد. تعرفون انتو الجراح اول ما يبدي يريد يشتغل في اي عمليه جراحيه لازم عنده شلفه، والا شلون يقص؟ سواء يقص السكين او يقص الميكوزا او
هذه الشلفة بها أرقام وبها قياسات وكل رقم إلى استعمال معين. الشلفة ما تنكمش بالإيد، الشلفة تنكمش بحاملة الشلفة اللي يسموها السكالبل أو الهاندل. هاندل the most commonly used handle in the oral surgery is Bard Barker. Bard Barker. هاي الأسماء تعرفوها، لكن أنا أهم شيء أعرف الرقم مالتها. نمبر شقد؟ نمبر 3. من أسئلك إحنا السكالبل أو الهاندل اللي نستخدمها بالأورال سيرجري شقد رقمها؟ راح تقول لي دكتور رقمها 3، لأن أكو موجود رقم 4 أكو رقم 5 نستخدموهم بالميجر سيرجري، بس إحنا بالأورال سيرجري نستخدم رقم 3. بس راح نشوف صورتها إن شاء الله. التيبس may receive different type of the blades. بليد هي الشلف، يقول النهاية مالتها تستقبل أنواع مختلفة من الشلف. البليادات الشلف هسه راح اشوفها بالصوره ان شاء الله، عندي ثلاث انواع اللي هي بليد ار ديسبوزابل. ديسبوزابل يعني استخدام لمره واحده. ار اوف 3 ديفرنت تايبس، ارقام مالتين 11 و12 و15. من اقول لك شنو انواع الشلف اللي نستخدمها بالاورال سيرجر راح تقول لي دكتور ديسبوزابل عندي رقم 11 ورقم 12 ورقم 15. الموست كومن تايب بيهن هو ال 15. تستخدم الفلابس انسجين اون ايدونتشلس الفيولر. طبعا ما تشوفون كلمه فلاب، الفلاب بالترجمه الحرفيه هي السدله، يعني اني من عندي توث امباكتد. تعرفون شنو توث امباكتد؟ يعني سن مطمور مثلا لور ايت، وهذا متغطي بالسوفت تيشيو كله. فمن اجي افتح السوفت تيشيو حتى اوصل للبون وابدا اشيل البون واطلع هذا الامباكتد توث السن المطمور، عملية قطع السوفت تيشيو بشكل معين وإزاحته، هذا جزء السوفت تيشيو يسموه بالفلاب. واضح يعني؟ أي مكان مثلا حتى سمو بس أورال كافيتي، مثلا أنا بدي أفتح بالإيد والرجل، بدي أوصل البون معين، من أفتح وزيل السوفت تيشيو مثلا سواء ميوكوزا سواء سكين سواء مسلز حتى أوصل للبون، هذا الجزء من السوفت تيشيو اللي أنا سويت له قطع وإزاحة يسمى بالفلاب. ايضا عندي بليد نمبر 12 indicated for incision in gingival sulcus incision posterior to the teeth especially in maxillary tuberosity area. هذه معقوفه، بس راح نشوف صورتها ان شاء الله. بالمنطقه اللي posterior عندي impacted upper third molar، اذا اسوي incision واسوي flap بالsoft tissue بالmaxillary tuberosity استخدم نمبر 12. عندي ايضا الرقم الثالث اللي هو نمبر 11 used for small incision such as used for incising abscesses. تعرفون الابسسس هي الخراجات، القيء، الجراحة. من يتجمع مكان لازم افتحه، افتحه حتى يطلع الخراج وانطي انتيبايتيك، وبعدين ذاك الوقت اني اسوي مثلا اكستراكشن او سيرجيكال بروسيجر اللي يحتاجها. فبالانسجن والدرينج مالت الابسس استخدم رقم 11. خلي نشوف الصوره طلاب. هذه هي الهاندل، هذه هي الهاندل. شوف الرقم المذكور ايش قد طلاب؟ الرقم المذكور هو 3. دائما احنا حتى مباشر عقب تجهزون عياداتكم ان شاء الله تقول له اريد سكالبل اور هاندل نمبر 3. هذا شوفوها عيني، هاي النهايه مالتها، هاي من مكان الكمشه، شوف شلون محزز. هذني البليادات، هذني الشلف، هاي اول وحده هذا الشكل. من اجيب لك اياها بالامتحان اقول لك هاي يا رقم راسا، راح تقول لي دكتور رقم 11. هاي المعقوفه، هاي رقم 12. هذا الشكل الموست كومن تايب اللي حكينا هذا رقم 15. اذا عندي الانواع الثلاثه هي 11 12 و15. نجي على الاداه اللي بعدها اللي هي بيري اوستيال اليفيتر. خلينا نحكي عليها قبل ما نبدي بالاسماء مالتها. مثل ما قلنا احنا بعد ما سوينا انسجن بالسوفت تيشو حتى نوصل للبون، نعرف انه جوا السوفت تيشو اكو بون، سوينا هذا الشكل مثلا الانسجن المثلث المربع المستطيل، شو شلون شكله الخط اللي عدل. عمليه ازاحه السوفت تيشو اوخره من الاتاتشمنت مالت البون، راح استخدم اداه شي يسموها من اسمها بيروستيال، جاي من بيروستيوم اللي هو جو الميوكوزا، والاليفيتر يعني معناته هو الرافع، يعني مزيح البيروستيال او رافع البيروستيال. This instrument has many different types of aim. أنواع مختلفة من النهايات. The most commonly used for osteo elevator in intraoral surgery is number 9 اسم مولت. طبعاً إن مولت دائما بأسماء الأطباء اللي هم صمموا هذا الديزاين أو أوعزوا للشركة المعينة بتصميم هذا الديزاين. Which هذا المولت should be which has two different aims.
pointed end نهاية المستدقة used for evading interdental papillae. شوف هاي النهاية وهذا المولتس رقم C نهاية المستدقة لرفع الانتردنتال papillae of gingiva. And abroded يعني عندي شنو عندي pointed وabroded. Broaded هاي هي اللي هي شوية عريضة which is facilitate elevating mucoproostium from the bone. اوكي يعني فها عدته end. The freer elevator اللي هو هذا B is used for reflecting gingiva surrounding the tooth for extraction. هذا نستخدمه بعملية إزاحة السوفت تيشو حتى نسوي extraction أثناء ما يعني forceps تقعد فوق التوث. The elevator may also for holding a flap after reflecting facilitating manipulation during surgical procedure. هذه الإليفيترات أيضا نساعد لي أنه أسوي reflection إزاحة السوفت تيشو أثناء الشغل تستخدم كريتراكتر. هاي الأنواع اللي قدامنا عيني. هذا A اللي هو سلدين، البي اللي هو فرير، والناين اللي هو سي مولت. احنا أكثر واحد نستخدمه هذا السي. هذا السي. إن شاء الله احنا نراويكم إياه إذا صارت مجال موجود عندنا بالعيادات. عندي الأداة اللي بعدها هيموستيت. هيموستيت. أنت دا تشتغل في يعني سيرجيكال بروسيجر معينه وشفت فد ارتري او فين مثلا او سوفت تيشو صار بيتروما صار بليدنج، فهذا البليدنج شلون اوقفه عن طريق اداه يعني شلون اقرصه، شلون اقرص الفين الوريد او شلون اقرص الارتري في الميجر اوبريشن عن طريق استخدام اداه يسموها الهيموستيت. The hemostates used in oral surgery are either بس نوعيتين عندي يا اما سترايت اللي هي هاي العدله او منحنيه اللي هي هاي الكيرف. The most commonly used hemostate is curved. شو يسموها الكيرف؟ يسموها موسكيتو. موسكيتو الموسكيتو يعني الكيرف هيموستيت هاي النهايه المعقوفه المعوجه. او شو يسموها مايكرو هالستيد هيموستيت. مايكرو هالستيد هيموستيت. شوف عيني هذا الاي اللي هي ستريت والبي اللي هي الكيرف هاي يسموها بالهيموستيت اللي استطيع اسوي بها قرص للفين من يصير عندي بليدنج. They may grasp vessels and stop bleeding. Hemostate may also be used for firmly holding soft tissue facilitating manipulation of its removal. يقول ساعدني على إيقاف البليدنج وأيضا سوي لي قرص بالسوفت تيشو مثلا انت عندك سكين او عندك ميكوزا تريد الزيحة فتقرصها وتوخرها على صفحة حتى تشتغل بالفيلد مالتك وتساعد لك على المانيبوليشن مالت السوفت تيشو. الأداة اللي بعدها اللي هي سيرجيكال اناتوميك فورسبس. هذا اني شوية تستخدمين هذا شلون الملقط شلون اسوي على مود مرات من اخيط اسوي جراس للسوفت تيشو اشيله بايدي وادخل السوتر مثلا اداه يعني ماده الخيط ماده خيط الجراحه ادخله من النهايه للنهايه الثانيه عن طريق استخدام النيدل والنيدل هولدر. سيرجيكال فورسبس ار يوز فور سوتشرنج اب اذا تستخدم سوتشرنج يعني خياط الجرح فيرمي جراس ساعد لي على انه تضغط او يعني تمسك التيشو وايل ذا نيدل از باست يعني من انت تخيط جانبيا منا ومنا مثلا بالسكن صار عندك وون تكمش طرف من طرف الوون بالبن بهذا التيشو فورسبس او اناتوميك فورسبس واخيط امر النيدل بي وادخله للجهه الثانيه. There are two types of forceps عندي نوعيتين long standard surgical forceps اللي هو هذه اللونج هذا الطويله وين يستخدم؟ ما طول اللونج اذا يستخدم بالبوستيريور اريا and the small narrow اللي هي هاي هي الادسم اللي هي small narrow adhesion اللي تستخدم وين؟ تستخدم بالمناطق الأمامية بالanterior area. The peak. البيك هي النهاية مالت هذا. The peak of the forceps has wedge-shaped projection or tooth on side. The receptor on other which is fit into each other when the handle is locked. طلاب هذه النهاية طبعا تشوفوها سي ما واضحه بس حتى الادوات موجوده عندنا نقدر نراويكم اياها ان شاء الله اذا جيتوا اذا صار مجال. هذه النهايه هاي تكون مدببه شلون حافه الابره هاي على مود شوي ايش يصير بيها تكمش السوفت تيشو وتدخل بداخله حتى ما يصير به ازاحه او ما يفلت السوفت تيشو من البنس او من السيرجيكال فورسبس. طبعا هذه النهايه المدببه عندها نهايه بالطرف الثاني حافتين تقعد بنصهم حتى من
اقرص عليها يقرص السوفت تيشو بيدي وما يفقد. هاي شيء يسموها اللي نهايه مدببه يسموها توث. فعندي توث ونون توث. من يقول لك نون من اراويك وحده وتحس بها انه ما بها نهايه مدببه صارت بزاويه قائمه، تقول لي دكتور هاي نون توث تيشو فورسبس. اذا كانت بها راح تقول لي توث تيشو فورسبس. This mechanism allows forceps to go to grasp the soft tissue. هذه الوجود هذه النتوء المدببة يساعدنا على مسك soft tissue between the peaks very tightly, very tightly. That this type of forceps is used to aid in suturing of wound as well as grasping small anastomosis etc. during the surgical procedure. يقول هي الغاية الأساسية من عندها تساعدني على مسك soft tissue لتسهيل عملية suturing مالت من مالت الوند. هذا من نوعيتين عيني ستاندرد اللي هي الاي والاديسون تيشو فورسبس اللي هي بي. تشوفون شكلهم، هاي تستخدم للمكانات البوستيرير وهذه تستخدم للمكانات الانتيرير. هاي يسموها تيشو فورسبس اور اناتوميك فورسبس. عندي اداه شو يسموها رونجر فورسبس. رونجر فورسبس، هاي الرونجر فورسبس حقيقة تسمى بالمصطلح العام اللي عندنا بون كتر، قاطعة العظم. يعني أنت من تسوي قلع للمريض تقلع توث وهذا السوكت مالته بعد ما كملت حسيت بيه فد شاربنس، حسيت بيه فد حافة حادة. هاي الحافة الحادة لازم أسوي لها كتنج. الأدوات المستخدمة لكتنج مالت البون يسموها رونجر. أنا أطلع لك هاي الأداة يسموها، يقول لي هاي اسمها رونجر أور بون كتر، وطبعا هي تسمى شوف هي لور فريدمان. This instrument is used during intraoral surgery as well as afterward to remove the bone and sharp bone speculus. يقول لي إزالة العظم وإزالة الحافات الحادة ما بعد السيرجري أو ما بعد القلع. The end and side of the sharp blade become narrow. والهاية النهاية مالتها تصبح مستدقة وتبدي تضيق. So that when the handle are passed, a cut bone found in between without exerting particular pressure. يقول هاي النهاية مالتها تكون مستدقة وتكون حادة، بس مجرد انه انت تضغط، يعني حتى مرات ما تحتاج ضغط عالي راح تسوي لك cutting the bone. شوف هنا يقول اكو سبرينج. هذا سبرينج موجود. هذا سبرينج شنو؟ من تضغط عليه وتشيل ايدك هو تلقائيا راح يرجع الوضع الطبيعي. هذا الفائدة مالته حتى والنهاية المستدقة، حتى لا تاخذ ايدينا بضغط عالي وتسوي كتنج بالبون كلش قوي، بس مجرد ضغطة خفيفة نشيل ايدها يصير كتنج بالنهاية المستدقة الحادة، يصير كتنج لهذا البون وما اخذ زيادة من عدة لان هاي النهاية مالتها حادة كلش. The most practical ronger in oral surgery is the lower Friedman. هي هاي lower Friedman. طبعا قلت لكم هاي اسماء الاطباء او الجراحين اغلبيتهم اللي دخلوا في تصميم هذه الاداة. Because it's placed on both end cutting and side cutting. قول النهاية مالتها تكون قابلة للقطع وايضا الجوانب مالتها هم ايضا تكون قابلة للقطع. هذا الشكل مالتها طلاب، هذا تخلوه بالكم تشوفون تحبون شكلها زين. هي موجودة عندنا بالعيادات، موجودة في كل عيادة حقيقة، كل جراح يشتغل لازم هذه البون كتر أو الرونجرز أو الليور فريدمان بون كتر متواجدة عندنا بالعيادة حتى يقدر يشتغل بصورة صحيحة. الأداة اللي بعدها يسموها بالبون فايل. البون فايل هو عبارة عن مبرد. هذا شوفون شكله مالته، هذا الشكل مالته B to end، نهاية طويلة نستخدمها بالمكانات اللي هي كبيرة بالجراحة ونهاية صغيرة. انت بعد ما اشتغلت في السيرجري مثلا استخدمت سيرجيكال هاند بيس قصيت بون، طبعا شيء اكيد اي عملية كاتينج او اي عملية سيرجري راح تخلف خلفها نهايات حادة. حتى مرات من استخدم البون كتر واشيل البارت مال بون اللي انا ما اريده النهايات راح تكون حاده، فعلى مود انعم هذه النهايات يعني احكها مثل ما يقولون استخدم البون فايل. هذا شكل البون فايل. تشوفون هنا شلون محزز هذا الحزوز اللي موجوده هنا طلاب، هاي تساعد لي فور سموذنينج اوف ذا بون افتر سيرجري.
This instrument has two ends, one small and one another with larger surface. هاي النهاية الصغيرة وهذه هي النهاية الكبيرة. The cutting surface is made of many small parallel blades. يقول هاي النهاية القاطعة متكونة من عدة حزوز متوازية. Which are set in such a way that only pulling effective. يقول مصممة بشكل بس مجرد احنا نخليها على البون ونسحبها. نسحبها بحيث يعني مرة ثانية نخليها ونسحبها إلى أن يصير smoothing بالبون. The bone file is used in oral surgery to smooth the bone. لتنعيم العظم and not to remove large pieces of bone. A large piece of the bone استخدم لها الرونجر أو استخدم السيرجيكال هاند بيس. هذا هو الطلاب البون فاير. وأيضا هاي الأدوات عندنا موجودة بأعداد زايدة بالعيادات، نقدر إن شاء الله إذا صار مجال هم نشوفها. هذه الأدوات صح تستخدم بالأورال سيرجري، لكن هي أيضا تستخدم بمن يعني تستخدم مالي بمن بالأكزيلو فيشل سيرجري. هاي يسموها تشيزل آند مالت. تشيزل آند مالت، هذا التشيزل هو عبارة عن مطرقة. هذا هو المالت حقيقة، وذني التشيزلات اللي وياه هو مطرقة. يعني أني عندي فرد بون كبير، يعني أريد أفتح مثلا ماندبل بالميجر سيرجري، افتح الماندبل اقطع بالنص اسوي جزء من الخط الوسطي او بالنهايه، او دا اشيل تيومر او اسوي سكشنينج بالبون، فاستخدم هاي التشيزل والمالت. طبعا هذني مالت ار انسترومنت وذ هيفي ويت اندد. هاي هي المالت، هاي الصوره الاولى هو هذا المالت يعني مثل مطرقه. تشيزل ار يوز ان اورال سيرجري هاف ديفرنت شيب اند سايز، ذير كاتنج ايج are concave or mono beveled or bi-beveled. يقول هذه النهايات مالتهم concave، وتكون تكون النهاية mono beveled or bi-beveled. يعني شنو mono beveled؟ يعني عندها فقط جهة واحدة قاطعة، أما تكون لا من الجهتين تكون قاطعة. Bi-beveled chisels is used in sectioning multi-rooted. طبعا هذا هو حكي صح، بس احنا ما نستخدم هذا الشيزل حقيقة في عملية السكشنينج، لأن هو حقيقة هذا هيفي ويت، الضربة يجب أن تكون محسوبة ويكون حاد جدا، فأي ضربة قوية ممكن تسوي لي لا تسمعوني يعني؟ يا هسه دكتور رجع الصوت. اي نعم. اش بيصير خلل على كل حال، فهذا هو التشيزل والماليت عين الطلاب، هذه اللي تستخدم بالسكشنينج مالت البون، بس احنا ما نستخدمها بالاورال سيرجري خاصه بالسكشنينج مالت التوث، لان هي تكون كل الشاربنس واي ضربه زياده او خارج القوه المفرطه ممكن تسوي لي تروما كلش للبون. نستخدم بالماكزيلو فيشل سيرجري. بس عندي أداة ثانية، أنا من أريد أخيط الجرح لازم عندي أداة مشبيهة النيدل مالت الخياط، فهذه الأداة اللي أستخدمها في عملية استخدام النيدل شو تسمى؟ تسمى بالنيدل هولدرز. نيدل هولدرز، نيدل هولدرز are used for suturing، عملية suturing يعني خياط الجروح. اللي أدي طبعا أدي the Mayo Hager and Matthew needle holders are considered suitable for this purpose. راح نشوف إن شاء الله. The first types look similar to the hemostate and preferred mainly for intraoral placement of surgery. يقول Mayo Hager تشبه النيدل الموسكيتا والهيموستيت اللي شفناها، لكن أكو بعض الاختلافات ما بين الهيموستيت والنيدل هولدر. شنو هاي الاختلافات؟ The short peaks، طبعا البيكس هي نهاية الأداة، of hemostate and thinner longer compared to those of the needle holder. يقول النهاية مالت الهيموستيت تكون أنحف وأطول مقارنة بالنهاية مالت من مالت النيدل هولدر. On needle holder
The internal surface of short peaks is grooved and cross-hatched, permitting firm, stable grasp of the needle, while the short peaks of hemostate give parallel groove, which is perpendicular to the long axis. هاي اشرح لكم اياها على الصوره. شوفوا هذه الطلاب، هاي النيدل هولدر، هاي شوفوا المايو هاجر نيدل، هاي المايو هاجر نيدل، وهاي الماثيو. هاي طبعا هي بشكلها لو ترجعون للصوره، لو نرجع للصوره اللي قبلها، تشبه تقريبا منه؟ تشبه لنا الهيموستيت. وين؟ هذا شوفوه هنا، تشبه الهيموستيت. لكن الفرق وين؟ الفرق هذا النهايه يسموها البيكس، هاي تكون اطول وانحف. الفرق الثاني طبعا هاي الا نفتحها يعني تشوفون الاداه قدامكم حتى تفهموها هذا الفرق الثاني. الفرق الثاني السطح الداخلي مال هاي البيكس منها من نفتحها ونشوفها راح نشوف اكو فد جروف، اكو مثل الاخدود موجود بالسطح الداخلي مالتها. هذا الجروف يستعدني على الجراسب مالت من مالت النيدل هولدر. تشوفون الكمشه مالتها بابا شلون؟ هاي النيدل، هذا النيدل، وهاي الكمشه مالت من؟ الكمشه مالت النيدل هولدر. اكو هنا بالداخل جروفز حتى يقفز عليها. الاختلاف الثالث ذا نيدل هولدر كان ريليز ذا نيدل وذ سمبل بريشر. هذا طبعا هنا اكو قفل، هذا القفل تشوفوه المحزز حتى من تقفل على النيدل ما تفتح بسهوله. يقول بالنيدل هولدر ذا نيدل وذ سمبل بريشر، ضغط بسيط تفتح يصير ريليز، يعني تتحرر النيدل من النيدل هولدر. Because of the gap in the last step of the locking handle، يقول هنا اكو فد مسافه ما بين اللوكينج هاندل. Where does hemostat require special maneuver because it does not have the gap in the last step of locking handle. احنا تعرفون احنا من يصير عندنا نزيف بالمكان وانا اقرص بالهيموستات يجب ان تصمم انه ما تنفتح بسهوله، لان اذا فتحت بسهوله راسا يصير عند بليدنج الى ان بعدين اسوي لايجيشن او هو المكان ينسد وحده. فهاي لازم ان تصمم بشكل ما تفتح بسهوله، بالعكس بالعكس انه النيدل هولدر لا تصمم بجاب بالنهايه باللوكنج، هنا اكو فراغات باللوكنج ايد بحيث انه تفتح راسا بسهوله وتحرر النيدل هولدر من النيدل اللي انا دا اسويها بها سوجر. فهاي اهم ثلاث فروقات ما بين النيدل هولدر والهيمو ستيت. طبعا هذا الشكل الاول طلاب عيني اللي يسموه مايو هاجر، والثاني اللي هو الماثيو نيدل هولدر اللي هو هذا ديزاين الموست كومن اللي عندنا بالعيادات وفي عياداتنا وفي المستشفيات، هذا موجود اكثر موست كومن اللي هو المايو هاجر. هذا تشوفون شكل مالته هو النيدل هولدر. من اسئلك اقول لك شنو الفرق ما بين الستريت هيموستيت والمايو هاجر نيدل هولدر؟ راح تقول لي دكتور وحده اثنين ثلاثه ذني اللي ذكرنا لكم اياها قبل شوي. طلاب شوف هنا يقول ذا كوركت A way to hold the needle holder in the place the thumb in one ring of the handle and the ring finger in the other. يقول تخلي اصبع من الاصابع واحد هنا واحد هنا بهاي الدوائر، وهنا تسوي بهذا الاندكس تسوي سبورت بالهنج. طبعا هنا الهنج يعني معناته هو المفصل، وهاي هي البيك، هاي النهايه مالت النيدل هولد. Typical grasp، typical grasp مالت اللزمة النموذجية أو مثل ما نقول بمصطلحنا الكمشة النموذجية مالت من؟ مالت النيدل هولدر، حتى نسوي عملية السوتشرنج مالتنا بصورة صحيحة. طبعا تعرفون ماكو جراحة تصير في كل العالم إذا ما عندنا سيزرز. السيزر هي المقصات، المقصات هاي اللي يستخدمها بالدايسكشن يعني عملية فصل السوفت تيشو والأنسجة واحد عن اللاغ، أو اللي يستخدمها بالكاتنج مالت السيزر. راح نشوف مجموعة هي خاصة بينا، أنا السيزرات حقيقة عالم كامل بالجراحة، لكن على قد مستواكم حاليا كطلاب أندر بالأورال سيرجري راح ناخذ هاي مجموعة السيزرات اللي عندنا. سيزرز Various types of scissors are used in oral surgery depending on surgical procedure. أنواع مختلفة تستخدم حسب الطريقة الجراحية أو التكنيك الجراحي. They belong to the following categories: suture scissors and soft tissue scissors. تتقسم إلى قسمين، القسم الأول suture scissors والقسم الثاني يسمى soft tissue scissors. The most common use scissor for cutting suture لقطع الخيط الجراحي have sharp cutting edge while Goldman Fox long gauge
lagrimage would have slightly upward curve. طبعا هذني يكون المعقوفات الأعلى. And mesbinome are used for soft tissue. هذني الأنواع الثلاثة: Goldman وأيضا lagrimage والmesbinome. then يستخدمن بالsoft tissue. هذني يستخدمن المن يستخدمن بالdissection. يعني من أفصل soft tissue واحد عن الآخر. أفصل skin عن المصل. أفصل المصل عن الفاشيا. أفصل المصل عن البون attachment. أستخدم soft tissue. lagrimage scissors are narrow scissors with sharp blades. Are only used for removing excessive gingival tissue. While mesobaum are blunt nose. Blunt يعني النهاية اللي هي ما تكون حاد. لا يعني نهاية مستديرة أو نهاية عمية. Scissors are suitable for dissecting. Dissector function dissecting. Dissecting يعني اللي يستخدم مثلا شلون أعزل الأرتيريا. شلون أعزل الفين. شلون أعزل النيرف. شلون أعزل السوفت تيشو. فهذا يستخدم لعملية الدايسكشن. And undermining of the mucosa from underlying soft tissue. Scissors are held in the same way as needle holder. يقول لكم مش السيزر المقص بنفس طريقة لزمة المنو النيدل هولدر. هذا اني انواع بابا. شوف الاي هو الستاندر سوتشر. هذا شوف نهاية ما تعيني. هذا يستخدم لقطع السوتشر. البي هو طبعا جولدمان فوكس سوفت تيشو سيزر. شوف النهايه مالته شلون تكون. البلاند نوتز اللي هي ماتز بوم. والبي لاج رينج هذا الاثنيناتين يستخدمن ايضا يعتبر ضمن السوفت تيشو ويساعدنا ايضا ضمن الداي سكشن. هذا اني حقيقه للامانه مو كل المتوفرات عندنا لانهن بس في صالات العمليات. العمليات الكبرى متواجدات هذه انواع السيزرات. بعد ننتقل للأداة اللي بعدها اللي يسووها يسموها تاول كلامبس. كلامب مثل القراصة والتاول هي المنشفة. احنا نعرف بالعمليات المريض دائما ما يكون مكشوف كله وإنما يتغطى بفراش يسموها بالفرش يعني أو الكفر. فأني من أريد أغطي منطقة معينة وأجيب حافة على حافة مثلا من هاي الشغل يعني الفرش اللي خليته أو أريد أخلي السكر داخل هذا الفرش فأجيب أداة. هاي الأداة تساعدني على عملية أنه شلون أثبت ذني القطعتين مالت الفراش اللي مغطي المريض أو شلون أثبت السكر أداة الشافطة الجراحية بهذا الفرش عن طريق استخدام التاول كلامبس. هذا شكل التاول كلامبس. Towel clamps are mainly used for fastening sterile towels and the drapes placed on the patient's head and chest. يقول تستخدمها في عمليات تثبيت التاولز على صدر المريض أو رأسه أو المكان حسب السيرجيكال الفيلد اللي أنا مالتي. As well as for securing surgical suction, هاي نعلكم السكر. And the tube connected to the handpiece. أيضا حتى الهاندبيس في بعض الأحيان التيوب مالتها أيضا يثبت بالتاول عن طريق الكلامس. With sterile drapes covering the patient's chest. هذه هي مثل القراصة طبعا تستخدم لتثبيت هاي الأمور اللي ذكرناها بالغطاء اللي أثناء العملية. عندي بعض ضمن الأدوات عندي فتشي اسمه retractor. Retractor retraction عملية إزاحة أو سحب. يعني أنا فتحت فلاب واخرت هذا الفلاب من السوفت تيشو سويت دايسكشن سويت بروس اليفيتر. هسه حاليا انا يبين لي السيرجيكال فيلد يبين قدامي حتى اشتغل براحتي لازم استخدم ريتراكتر. هاي انواع الريتراكتر اللي موجوده عندي. ريتراكتر ار يوز تو ريتراكت تشيك. شوف اذا يعني اوخر تشيك على صفحه حتى احصل على اكسس افضل وحصل على فيجن افضل. اند ميوكوبر اوستر فلاب حكيناها ديورينج ذا سيرجيكال بروسيجر. ذا موست كومنلي يوز ريتراكتر ار فارابوف. الفارابوف والكوخر عندنا وليجن بيك هذني والمينوستر ريتراكتر. طبعا حقيقه احنا هاي ما موجوده عندنا بالاورال سيرجري دائما تستخدم هذني عندنا يستخدمها بالاورال سيرجري الثلاثه الاخيره او الثنين الاخيره. بس هذني الثنين الفوق راح يستخدمن اكثر شيء مالي بال الميجر سيرجري. هذا الصور شوف السايز مالتها كل بي نوع واحد اكبر من الاخر او يعني حسب الاستخدام مالتها. الفارابوف ريتراكتر فور ريتراكشن تشيك اند كوبر اوستر فلاب هذا ريتراكتر. عندي كوخر لوجن بيك ريتراكترز هذا مين اشكال هنا دائما يستخدمه بالميجر اوبريشن. هذا من تريد تزيح
يعني حتى البون مرات تقدر تخليه يسوي ريتراكشن حتى تحصل على اكسس او تحصل على رؤيه مناسبه للسيرجيكال فيلد. احنا اللي يفيدنا هي المينوستا. المينوستا هذا هو الريتراكتر. مرات ثانيه مثلا اشتغل بالامباكشن، اشتغل مثلا بالفلور اوف ذا ماوث، لازم اسوي ازاحه للسوفت تشو حتى احصل على اكسس او احصل على فيجن او رؤيه جيده. فهذه الادوات تسمى بالريتراكترز. هذه هي الادوات اللي نقدر نقول عليها المساعده او اللي تشتغل بالاورال سيرجري اثناء عمليات السيرجيكال بروسيجر. هسه ننتقل للادوات الرئيسيه اللي يعني مثل ما نقول اللي راح تظل ويانا طول حياتنا ما طول احنا اطباء اسنان، اللي هي اسمها extraction forceps اللي هي ادوات القلع. انس شغلي كله اورال سيرجري، شلون اقلع التوث؟ عندي اداتين رئيسيات، واحده اسمها اليفيتر واحده اسمها فورسبس. راح نبدي باول شيء بالاكستراكشن فورسبس. كلكم مثلا يا اما ماريان طبيب اسنان يا مقالع طبيب اسنان يعرف انه اداه القلع نسميها فورسبس. طبعا هي كلها اسمها فورسبس ويا حرف الاس بالجمع تصير فورسبس، يعني نضيف لها اي اس، يعني الفورسبس هذه هي كلمه مفردة. The simple intra-orbital extraction is accomplished with help of extraction forceps and elevator. يقول intra-alveolar يعني القلع بسيط، القلع اللي مو جراحي دائما يصير عن طريق استخدام الفورسبس والإليفيتر. نبدأ أول شيء بالفورسبس. Each extraction forceps is composed of two parts. تتكون من جزئين which are crossed in such a way that make up an instrument when used to extract the tooth. أبني الجزئين طبعا هنجي إن شاء الله بالتفصيل. يقول مصممات بشكل يسمح بعملية القلع بصورة صحيحة. The basic component of the extraction forceps is the handle. المكان اللي نكمش بيه، المكان اللي نلزم بيه بإيدينا، which is above the hinge. طبعا الهنج هو هذا المفصل، لهذا اللي يسمح لنا بفتحة وسدة البيكس. إذا عندي هاندل وهنج، بعد شنو عندي؟ and the peaks. هذا اللي البيكس، هذا المكان اللي نلزم بيه التوث ونسوي extraction. فثلاث أجزاء رئيسية، طبعا هو بالتصميم الأساسي هو جزئين، هذا الهاندل والبيكس. الهنج نضاف الهن هو المفصل ما بين الهاندلز والبيكس اللي يسمح لي انه تنفتح ال extraction forceps. شوف هنا يقول the peaks are the functional component of the forceps and grasp the tooth at the cervical region and remove it from the alveolar six alveolar socket. ال peaks هو تعتبر الفانكشنال كومبوننت، الجزء الوظيفي اللي ما استفاد من عدة الفورسبس اللي يصير بي grasp اللي يصير بي كمشة او لزمه للتوث هو عن طريق البيك. because tooth anatomy varies. يقول انه الوضع التشريحي مات الاسنان مختلف، لذلك extraction forceps with specially designed peak have manufactured so that may be used for specific tooth. يقول ما طول الوضع التشريحي الاسنان ما تتشابه، الكنان يختلف عن البريمولر، البريمولر يختلف عن السكس الابر سكس، السكس يختلف عن الايت، كذلك بالنسبه للاسفل. ولهذا إذا ما طول أكو اختلاف في الأناتومي، إذا صار عندي اختلاف بمن بالديزاينات مالت الفورسبسات، وراح نجي هنا نشوف إن شاء الله. So according to the size and shape of the handle and peaks, the following types exist. يقول بناء على الأناتومي مالت التوث الأنواع التالية مالت الفورسبسات راح تكون كالتالي. أول واحد نبدي طبعا راح نبدي على حجي على الماكسيلري فورسبس، أدوات القلع الفورسبسات المستخدمة بالأبر جو بالماكسيلري تيف. عندنا ديزاين واحد بالأبر يستخدم لكل الأنتيريور تيف، يعني من الكناين الرايت للكناين ليفت. هذا هو الشكل مالته، هذا شكل الفورسبس اللي تستخدم للماكسيلري 6 انتيريور تيث، يعني كناين لاترال سنترال سنترال لاترال كناين من الليفت للرايت. تيث اوف ذا ماكسيلا بيكس ار فاوند ان ذا سيم ليفل اوف ذا هاندل كاركترايز ذيس فورسبس. ذا بيكس ار كونكيف ان نون بوينت.
هنا هاي النقطة شوية الاختلاف، يقول البيكس هاي أول وحدة، البيكس هاي النهايات هي على نفس الخط مالت الهاندل، هاي بس أشوفها سترايت أقول هاي مال أنتيريور تيث مال ماكسيلا. أنتيريور تيث مالت ماكسيلا. الشغلة الثانية هذه البيكس تشوفوها تنتبهونها بالنهاية، يقول نون بوينتد، يعني شنو ما تحمل نهاية مدببة أو مستدقة. وراح نجي نشوف بقية الفورس بساس خاصة بالأوبر بوستيريور موجود فيهم. فهذه هي الصورة طول هي ستريت، هذه هي اللي تستخدم للأوبر أنتيريور تيث من الكناين للكناين. بعد شنو عندنا؟ ننتقل للنوع الثاني ماكسيلاري يونيفرسال فورسز أور نمبر 150 فورسز. These the forces used for premolars and slightly curved shape and look like S shape. هذه الأداة رقم 155 تستخدم للبريمولر الفيرست والسكند، أحكي بالأبر للليفت وللرايت. واضح؟ هاي شنو فرقها؟ يقول هاي ما تشبه الستريت، ما تشبه هاي مات الأنتيريور. ليش؟ لأن بيها كيرفتشر مثل حرف الأس. Holding the forceps in the hand, the concave part of curved part of the handle face the palm, while the concave part of the peaks is turned upward. يقول هذه الهاندل اللي تكون concave هاي راح تكون بإيدي، لكن الكونكيف أيضا الموجود بالبيكس هذا راح يواجه السن اللي أنا أريد أقلع. The end of the peaks of the first these forceps are concave. عاد هم تنتبه لها تشبه ديش نون بوينتد، يعني شنو؟ ما بيها نهاية مستدقة. These forceps may also be used for extraction six anterior teeth of the upper jaw. يقول ممكن هاي نستخدمها في قلع ال six anterior teeth، لكن هي mainly وين تستخدم؟ في قلع البريمولر الفيرست والسكند، الأبر مولر بريمولر ليفت اند رايت. تشوفوها طلاب؟ شوفوا الاختلاف عيني. شوفوا هنا اكو دكتور كيرفتشر وين بالهاندل هي محاضره دكتور هي محاضره تسجل لا ماذا تسجل باب من تسجيل ماذا يطلع عندكم كلكم فبس ده نشرح السويانه ويانا بس هي ان شاء الله احنا هذه الادوات اذا قدرنا يوم دوام حتى تنشرح لكم على الجروبات بس هسه حاليا انتبهوا للشرح وانتبهوا للصور اللي معروضه. اه اوكي تمام. فهاي تشوفوها طلاب هاي اهلا هاي مو ستريت، هاي صارت فيها كيرفتشر. النهايه مالتها ايضا مو ستريت، يعني مو كلهم البيكس والهنج والهاندل ات ذا سيم ليفل ات ذا سيم ليفل، لا وانما بيها انحراف صارت مثل حرف الاس. من تشوفها هيجي تشوفها مايله وتشوفها مو ستريت والنهايه مالتها غير مستدقه، راح تقول هي هاي الاداه اللي استخدمها في قلع الفيرست اند سكند بريمولر. هسه خلصنا الانتيريور وخلصنا البريمولر، بقى عندنا منه المولر. ننتقل للنوع الثالث ماكسيلاري فورسبس فور فيرست. الحكي كله حاليا على الأبر جو، على الماكسيلاري جو، بعدنا ما وصلنا للماندبل. There are two of these forceps. صارت مو واحدة، اثنين. شفنا بالأنتيريور واحدة، بالبريمولر واحدة، بس بالفيرست مولر والسكند مولر اثنين. ليش اثنين؟ شوفوا طلاب، من فيرست مولر راح تلقى بيش كم روت؟ راح تلقى بي 3 روت. واحد بكل، العفو اثنين بكل اللي هو ميجيو بكل والدستو بكل وواحد فليتل. احنا راح يصممون أداة هاي البيكس مالتها وين تقفص او تقرص او تلزم التوث؟ تلزمه من البايفوركيشن مالت الروتات اللي هن البكل، يعني عندي تو روت ميجيال اند دستو. فسووا بيك هذا هنا، هذا البيك بوينتد. تشوفون هاي الحافة طلاب بس انتبهوا لي على الصورة. هذه البيك هذه إذا كانت على إيدي اليسرى مع اتجاه إيدي اليسرى
إذن هي تستخدم للرايت بالنسبة للمريض، لأن المريض قاعد بالي بالعكس. إذا هاي البيك صارت بالجهة اليمنى بالنسبة إلي، إذن هي تستخدم لقلع الأبر 6 والسفن اللي موجودات بالليفت. واضح؟ فهسه الفورسبس هاي بالشبه هي تشبه مات البريمولر هاي الفوقها، لكن اكو اختلاف وين؟ طبعا مايله مو ستريت، حرف اس، الهنج والبيك والهاندل مو على نفس اللاين، بس اكو اختلاف. البيك اعرض. ليش؟ لان السطح الاناتومي مات المولرات اعرض من البريمولر. الشغله الثانيه، البريمولر مو بوينتد، هذا شوفوا الحافه المستدقه ما موجوده هنا. ليش؟ لان انا عندي بالبريمولرات، اذا خاصه بالفيرست بريمولر، عندي تو روت، واحد بكل واحد فليتر، فما احتاج هاي البوينتد حتى احصل على جراسب. بس بالأبر 6 والأبر 7 عندي 3 روت، 2 بكل 1 بليتر، فلازم أقرص التوث بصورة صحيحة. يجب أن تكون هاي النهاية المستدقة تكون مكانها بالضبط بالبايفوركيشن. ما طول عندي ليفت ورايت، صمموا لي ديزاينين، واحدة للليفت واحدة للرايت، وهم إن شاء الله لازم تشوفوها حتى تفرق ما بين الليفت والرايت. يعني أنت من تقلع ليفت ورايت تختلف من الليفت، بس انا شلون افرق بيناتهم؟ اجي على الاداه اخليها قدامي، اذا شفت الابوينتد صايره باتجاه ايدي اليسار، اذا هاي تستخدم للرايت للمريض. اذا كان البوينتد جهه اليمين، اذا هاي تستخدم المن للليفت مالت المريض. واضح يعني؟ هذا هنا اشكالهن، هذا شكل وهذا شكل ايضا، ماكسيلري ليفت مولر، ذا فيرست اند سكند ابر مولر اوف ذا ليفت سايد، وموجوده بالرايت سايد هم ايضا ديزاين ثاني. بعد منو بقى عندي اخر واحد بالاسنان؟ عندي الماكسيلري ثيرد مولر. لبعد المسافه مع الماكسيلري ثيرد مولر صمموا فرد ديزاين، احنا نسميها بالمصطلح العام تسمى بالبايونيت. بايونيت شوفوا عليه ماكسيلري ثيرد مولر، ذيس فورسز هاف سلايتلي كيرد شيب، هذا سلايتلي كيرد مقارنه الكيرف وين يصير بالبيكس هنا تشوفوها. Like aforementioned forceps and are longest forceps. هي أطول forceps بالmaxillary due to the posterior position of the third molar. يعني سووها أطول واحدة. ليش؟ لأن third molar واقع في مسافة بعيدة، فسووا في الديزاين حتى نحصل grasp حتى نسوي extraction. Because this tooth varies in shape and size, the peaks forceps are concave and smooth. Concave and smooth. With بس تنتبه. Without pointed end. ليش ماكو pointed end؟ لأن دائما الأناتومي مالت الثيرد مولر تختلف، مرات تلقى روتين، مرات تلقى روت، مرات تلقى ثري روت، فالنهايات مالتها صمت بطريقة ما بيها pointed، لأن مرات ما راح نستفاد من ال pointed الموجود. So that the forceps may be used for extraction of both left and right third molar of the upper jaw. يعني هاي الموديفيكيشن اللي صار أطول هو ما بي pointed، هو شكل واحد نستخدمه في قلع الأبر ثيرد مولر رايت أند ليفت. واضح؟ هسه عندي إعادة سريعة، عندي للسكس أنتيريور تيث فورسبس وحدة، عندي للبريمولر هم أيضا فورسبس وحدة اللي هي قلنا نمبر 150، عندي للفيرست بريمولر والسكند بريمولر تو فورسبس، وحدة للليفت وحدة للرايت، وعندي للأبر ثيرد مولر ديزاين خاص اللي هو قدامنا بالصورة يستخدم ليفت ورات، يعني عندي فورسبس واحدة هاي الفورسبسات، وأيضا عندي روت فورسبس. ولا أنا مرات يصير عندي فراكشر، صار عندي كسر بالسن بالأبر ثيرد بالأبر فيرس بريمولر، عندي ثري روت الميجوبكال والميجوبكال ديستوبكال تليتل. طبعا بعد ماكو جراسب لان كراون راح، الجزء اللي يريد اكمش بيه حتى اقلع راح خلاص، يعني ما بيكمش بعد، فلازم اكمل الاكستراكشن. فاول شيء ايش اسوي؟ اول شيء اسوي سيبريشن، يعني افصل الروتات، افصل البليتل عن الميجوبكال عن الديستوبكال، انفصلن ثلاثتهم، اسوي لاكزيشن، احركهم بالاليفيتر اللي راح نشوف بالصوره. بعدين اجي بالروت فورسبس، هذه تقلع لك روت روت من مكانه بالسوكت مالته. ايش تسمى؟ شوفوا النهايه مالته شلون مستدقه.
شوف الشكل مالتها شلون تيبرت حتى تدخل بالسكوت وتسوي لي extraction. Maxillary root forceps. The handle of the root tips forceps are straight. تشوفوها الهاندل. هاي الهاندل straight. While the peaks are narrow and angle shaped. لكن البيكس هاي الأداة الفانكشنال يقول ضيقة وانجلد بزاوية. شوف شلون زاوية صايرة؟ بزاوية. Okay. The end of peaks are concave without تنتبه إلى كلمة without pointed design. إذن هسه أدي من كل الماكسيلاري فورسبس أدي فقط instrument pointed هي اللي تستخدم لقلع الأبر فيرست مولر والأبر سكند مولر وعدي بيهن ديزاين ليفت اند رايت. هذني ما بيهن ليفت رايت وحدة تستخدم كروت فورسبس. بعض الطلاب هاي هي نهاية محاضرتنا اليوم. دكتور بس بلا زحمة أحد لا راح ينزل لكم جدول خاص بابا بس على قد